احنا كان يهمنا استاذ سالم ان الفيلم هذا ينتشر، عشان شنو نبينه؟ نبينه ان صحيح ليبيا شعب صغير ولكن حارب من اجل ان يعيش. نحن لما اشتغلنا عمر المختار، بعض الناس اللي كانوا يشتغلوا معايا كانوا يهود امريكان وانجليز، لكن يهود. الافلام الوثائقيه والجهد اللي عملته في تسجيل لحظات التسجيل مع هؤلاء المجاهدين كانت من لحظات، من ابهج اللحظات في حياتي بصراحه، لاني كنت نجابه في حقيقه تمس شغاف الناس، وهو كيف تكونت ليبيا لولا هذوما، لولا الناس اللي جاهدوا هذوما، اللي نحن توا مضيعين كل شيء. الفترة اللي قبلها طبعا واللي ذكرتها حضرتك اللي هي اهتمامي بالجهاد وتسجيل مراحل الجهاد عن طريق الناس اللي بيموتوا المجاهدين، هذوما يوصلوا سن معينة، هذوما يعني كنز من التجارب، ولما يحكي لك الواحد منهم وتصفي الأحداث هذينا اللي بعدها داروا مكتب الجهاد تبع الاتحاد الاشتراكي وحطوني عضو فيه في بنغازي. طقيت حتى مشيت للغرب الليبي والجنوب الليبي، جميع المجاهدين سجلت معهم الحيين اللي كانوا يورف فيهم لي، وفعلا ما نديرش لقاء مع حد إلا لما نتأكد فعلا أنه هو كان مجاهد، من فترة من حياته كان مجاهد. في اللي كان مع طليان وعطوه بندقة وحصان، طليان شاب صغير ضحكوا عليه زي ما يصير توا بالضبط، وبعدين رجع العقلة وعد انضم للمجاهدين. ليش؟ من أجل تحرير الوطن، من أجل قيم غالية. الوطن ما ينهان، هذا وطن يا ناس. هذوما الناس قدموا أرواحهم وحياتهم كتضحية وأبنائهم، وكانت ظروف صعبة تعرفها فترة الجهاد. والله يحكوا لي مجاهدين كانوا يأكلوا في البطوم، شوف فترة للوديان واللني ويأكلوا في البطوم، ما فيش حتى خبزة، ما فيش. أو ما يصطادوه مني ضير، والله فترة تعبانة. درت فيلمين، فيلم عن يوم احتلال بنغازي اسمه يوم جليانا، وفيلم عن عمر مختار في ذكراه الأربعين. كتبه نزوز الأستاذ محمد مصطفى زامة، وهو مؤرخ تعرفه جيدا، والراجل كانت مصادر حقيقية تأكدت منها أنا، النص جبلية. قال لي محمد نبغى فيلم وثائقي. خذيت فيهن الاثنين، خذيتهم قطعتهم وصورتهم. ايش تبي تصور؟ خذيت أماكن الكهف اللي طلعوا فيه توا في التلفزيون أنا اللي جبته، أول من جابه اللي في القعرة، مش في بير الأشهب زي ما بيقولوا. بير الأشهب هذه المنطقة القروية، لكن هو جوا منطقة اسمها القرعة، القعرة، ويعرفوه المنفى كويس لأن منطقة فيها كلها بقبيلة عمر المختار، واللي وراه لي واحد منفي. طلعته في الفيلم تاعي أنا بس أبيض وأسود درت. المهم وطلعت محاكمته، طلع عندي صور طبعا، وطلعت سلوك، وطلعت التشنيق بتاعه، وطلعت دفنه وين دفن تحت شجره معروفه في سيدي عبيد، اللي بعدين طلع الملك ادريس ودار له نصب تذكاري، وجاء المجاهد عبد الحميد العبار وشويه من المجاهدين اللي كانوا حيين، واسجوا جثمانه في كان في تابوت، وكتبوا كل الشعر وكل اللي مقيل عليه، من ضمنهم ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباحا مساء، تاع احمد شوقي. هذا جائزه، هذا في مهرجان في دبي الفيلم، وكان التعليق الاستاذ فرج الشريف. يوم جليانا نفس الشيء، الاستاذ فرج الشريف. انا مقتنع بصوته، انا كاذاعي بصراحه. جاء العقاد في 78،
طبعا العقاد كان له صله بالاستاذ عبد الفتاح المسيح صديقي في فيلم الرساله، لانه كان ممثل الشركه، هي شركه ما بين الكويت وليبيا والعقاد هم اللي داروا فيلم الرساله. بعدين لما ملك الحسن لظروف معينه كانوا يعتقدوا انه بيطلع صوره الرسول والعشره المبشرين بالجنه، وهني صار يعني نصح من المجلس الاستشاري الديني الاعلى في السعوديه، قالوا المفروض الكلام هذا ما يصيرش. طبعا الملك الحسن على طول قال اعتذر، قلنا خلاص الفيلم حسب ما حكى لي العقاد كان الرجل حيفلس وريح. فجو المسؤولين في ليبيا وقالوا له تعال، يعني فيه اعطوه بيئه مشابهه اللي هي في فزان زي مراكش، وبنوا الكعبه من جديد وداروا الاطلال بتاع الكعبه وجبال، كانت منطقه جبليه زي الكعبه، وكملوا الفيلم. هي اللي بعدها طلعت فكره عمر المختار عن طريق ان انتوني كوين شاف صوره عمر المختار في العشر جنيه فقال منه هذا؟ قالوا له هذا مجاهد كبير، قال له ما يشبه لي. وبعدين رد لايطاليا، هو زوجته ايطاليه، وبدا يدرس يشوف في شخصيه عمر المختار في المتحف الايطالي في المراجع الايطاليه. جاء للعقاد قال له اذا كان ما تبيش تدير لنا الفيلم هذا انا مستعد ناخذ دور عمر المختار، انا مستعد نجي على حسابي. قال له لا لا لا، تونا اتصل بمسؤولين. فعلا اتصل بمسؤولين وشجعت الفكره، والحقيقه المثقفين كلهم تحمسوا للموضوع. جاني في بنغازي قال له ما اللي قال له؟ قال له عبد الفتاح المسيح، قال له اراه محمد عنده كثير من مجموعات التسجيلية هذه، عدي شوف الأعمال اللي هو دارها وشوف لقاءاتها مع المجاهدين وحتستفيد منها معك، لأن عبد الفتاح في هذاك الوقت أنتود بالإذاعة البي بي سي القسم العربي. المهم جاني قعدنا مع بعضنا ووريت على المافيولا الأفلام اللي أنا دايرها واللقاءات اللي قال لي خلاص يا محمد أنا نبيك ضروري معي. قلت له كيف؟ قال لي حنكلم وزير الثقافة والإعلام على أساس إني شو رأيك؟ أنا مصر إنك تجي معي، تختار معي الممثلين الليبيين، تختار معي مواقع التصوير، وتختار معي وتكون صلة وصل ما بيني وبين القوات المسلحة، لأن المجموعات كلها خذيناها من القوات المسلحة الإكسترا اللي هي الكومبارس المجاميع. المهم اشتغلنا مع بعضنا واخترنا الممثلين واخترت حتى المساعدين مع اشتغلت في كتابه في يعني في تصليح بعض الحاجات في السيناريو. درت حتى لقاء مع زوجة عمر المختار اللي كان واخذها السيد احمد المختار، كان ابنهم عوض والمازال ربي يطول في عمره. استأذنت منها قلت لها، كان والده متوفي، قلت لها راهو بيجي السيناريستي بياخذ منها بعض الاشياء، بيعرف عمر مختار امتى يزعل، عمر مختار كيف يقمعز، كيف يتصرف، من اقرب الناس له؟ زوجته طبعا. فاستكملنا جميع النواقص اللي مش مكتوبه في السيناريو. وهذه يجب ان تندار في اي سيره لشخصيه مهمه يكتب عنها. لازم الخصائص المعينه. شو اللي ثيره؟ شو اللي زعله؟ شو اللي ريحه؟ كيف يفكر؟ لان الدراما كيف تطلع؟ من الانفعال الداخلي. صحيح في احداث صارت احنا بندرون كان قدامنا صار. المهم وطلع الفيلم. وما إرادة الأسلاك مقارنة بإرادة الله؟ عندهم 8 ملايين حربة، عندنا الله وهو الأهم. كما أننا لا نحارب وحدنا، هناك إخوان لنا يحاربون على مختلف الجبهات. يأتون دائما كالأسود ويعودون كالمعز المنهكة. أبي كان يقول إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقوي. سنوري جراتسياني صلابتنا. نحن لا نقتل الأسرى. يقتلون أسرانا. إنهم ليسوا قدوة لنا. قل لجنرالك ليس هنا مكانه.
أراك الآن ستؤول لنا ديننا. كتاب الله صريح جدا، إنه يفرض علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الذين يشردوننا من بيوتنا. إن هذه الشروط محض استسلام. إيهاب رمضان الأرفالي كان ربه واحد في دور علي، وهو رمز أن الجيل اللي حيستلم بالرسالة، راهو النظارة بعد مش سنقطع المختار، مقصود به الجيل مش شخص راه حقيقة يعني. المهم قال لي لازم تجيب لي طفل أو اثنين ولا ثلاثة نوازي منهم. نزلت طبعا لقيت واحد اثنين عجبوني أنا، ودز معايا بعث معايا المصور الفوتوغرافي ديفيد فارل، هو اللي صور في اللقطات اللي حتشوفوهم بعدين. هذا عجب إيهاب. إيهاب سألت عليه أنت ولد من؟ قالت لي مسؤولة الروضة، هذا ولد رمضان الورفلي. رمضان الورفلي صديقي، هو اللي كان يشتغل في شركة لفلند اللي كنت في الصيف نمشي نشتغل معه. وعمه أحمد سعد الورفلي كان معايا، كان خطاط وكان فنان ورسام رحمة الله عليهم كلهم توفوا. المهم جبت له، انبهر قال لي هذا وين لقيته؟ قلت له شوي. قال لي هذا الولد هذا ملامحه غريبة، ملامحه فعلا هو والله يدرب يدرب فيه أثناء الفيلم على الحركات، كان رائع الولد. حتى كلمتني جون بردوغش اللي هي سكرتيرة مصطفى العقاد، قالت لي أصبح ستار هذا من أول ما دروا له تجربة قدام الكاميرا، بعد ما درب العقاد على مشاهد معينة. وجبت الصور أنا حتشوفهم إن شاء الله. الولد في ساعة ما يستوعب الكلام اللي يقول فيه المخرج، كأنه ستار. هذا طبع، قالت لي هذا طبع نجوم هوليود، أنه يفهم الفكرة هيك ويطبقها لك على طول، وطفل، هذه معجزة قالت لي. الحمد لله وفقنا فيها. هذا إيهاب رمضان الورفلي، توا مهندس وعنده بكالوريوس في الاي تي، ونشوف فيه مرة. وذكرني طبعا أول ما شفته، نحن كان يهمنا أستاذ سالم أن الفيلم هذا ينتشر، عشان شنو نبينه؟ نبينه أن صحيح ليبيا شعب صغير، ولكن حارب من أجل أن يعيش. حارب من أجل وطن راه، مش من أجل إيديولوجية معينة. سيبك من كلام فاضي. صحيح السنوسية لمت المجاهدين، هذه حقيقة كحركة صوفية، ولكن الجهاد كان من أجل الوطن يعني. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. هذه كلمة قالها عمر المختار. وستحاربكم الأجيال التي بعدنا والتي بعدنا. أستاذ علي أحمد سالم كان مساعد مخرج، أستاذ محمد نجم مساعد في المجاميع كانوا يشتغلوا، أستاذ حسن بن دردف كان مشرف على تصميم الملابس، كان تابع للآرت ديركتور اللي هو المدير الفني، الممثلين فتحي بدر كان رائع بصراحة في دور السيد رضا، مختار الأسود عرفت يا سيدي، والإكستراكت هذوما اللي تاع المقاومة الشعبية اللي ربطوا فيرني كلهم أنا اللي جبتهم، هذوما كنا ندربوا فيهم طبعا. مشهد شنق عمر المختار اللي هو الهاي أنجل شوت اللي هو اللقطة الواسعة اللي درناه تقريبا في قنفودة أو بصنيب بالضبط منطقة ما بينها، مشهد الإعدام هذا كنت مشترك في إخراجه، صبيت معه، ألقيت خطبة، هو كلفني العقد، قال لي أنت اللي صبي تعال، وراني الزوايا وراني كل شيء، وقال لي أنت اللي تصدر الأمر بالتصوير، يعني شرف فيه يعني، كان مبسوط من عملي يعني. الشعر اللي قال في نهاية المشهد والجماهير ماشية ونحارب جيل بعد جيل، هذه الأستاذ سلام الحقيقة كلفها الأستاذ محمد نجم، هو طلب العقاد، قال نبي شاعر يقول كلام يجمع كلمة الناس ويبين أن الجهاد ما يقفش عند حد معين بسبيل الوطن. طبعا يعني الليبي أسمع، في الليبيين عندنا كويسين، وفيه يعني بيئة خصبة لإنتاج الموهوبين،
احنا نبو استقرار بس عشان يطلع، عشان يطلع الاجيال هذم. والله العقاد انا طبعا بعد خلصت، انا مش انا اشتغلت معه في لندن في الفيلم، اشتغلت معه في النسخه العربيه بتكليف، كنت مستشار الانتاج، ونحن اللي جبنا الممثلين العرب عشان درنا دبلاج، لان طلب منا من المسؤولين، طلب منا المسؤولين ان نديروا نسخه للوطن العربي. الفيلم نجح في امريكا لما عرض، وهذا اللي كان يهمنا المردود بتاعه، في 1500 دار عرض في نفس الوقت. طبعا تكلم جماعه وارنر براذرز وبارامونتس، وجو عندنا في المعسكر تعرف بيه الموزعين هذول، بكلم جو وخذوا الفيلم اعجب به، عرفت. بعدين كان مجهز هو صلاح الدين يديرها، فيلم صلاح الدين الايوبي، لكن توفى قبل لا يصير منها. ليبيا كانت تدور على شريك انه يدفع سبونسر يشترك معنا، لانه ما تقدرش تتحمل المياه. كانت فكرة صلاح الدين فكرة جذابة بالنسبة للمد القومي في هذاك الوقت، تعرف. مصطفى العقاد تدرب على يد سام باكنباه، كان واحد من أكبر مخرجي الحركة في أمريكا، عرفت. تدرب معه سنوات عشان قاعد مخرج، ودار أفلام وثائقية، وأنتج أفلام أخرى. درت عليه قال لي كسبت من الأفلام الأخرى أكثر مما كسبت من رسالة وعمر مختار، لكن مش خسارة هذه، هذا جزء من حياتي. الأفلام التاريخية قدن، كنت بتحكي على السينما المعاصرة الآن بعد 40 سنة ولا 50 سنة من فيلم، الأفلام الوثائقية كان قصدي التاريخية كانت ناجحة في الأول. يعني من أشهر مخرجي العالم في الأفلام التاريخية كان سيسيل بي دي ميل، كان يسمى شيخ المخرجين في هوليود، وأنتج بن هور، وأنتج أفلام عن الفراعنة، وأنتج حتى صلاح الدين موجة نظرة مهمة عملوه، الحروب الصليبية سجلوها كلها. كان فيها بعض طبعا المغالطات، لأن بعض الكتاب كان لهم غرض معين من كتابة هذه الأشياء. وأنت عارف اليهود مميزين جدا في الكتابة في الإعلام وفي السينما. نحن لما اشتغلنا عمر المختار، بعض الناس اللي كانوا يشتغلوا معايا كانوا يهود أمريكان وانجليز، لكن يهود، لكن كفنيين على مستوى عالي بصراحة. يعني هم اللي مسيطرين على صناعة السينما في هوليوود بصراحة، هم مسيطرين على الماس ميديا في العالم كله الآن. انت هذه القوة الناعمة اللي نحكي عليها، انا بدري القوة الناعمة هي اللي شاركت في تكوين اسرائيل، مكونات القوة الناعمة بالدعاية والإعلان لا أنا أعتز كثيرا، لأن الفيلم الوحيد اللي اشتركت فيه هو عمر المختار، لكن هذا يعتبر يعني لما جيت قيمه بعشرات الأفلام كأنك اشتركت في عشرات الأفلام. الأفلام الوثائقية والجهد اللي عملته في تسجيل لحظات التسجيل مع هؤلاء المجاهدين كانت من لحظات، من أبهج اللحظات في حياتي بصراحة، لأني كنت نجابه في حقيقة تمس شغاف الناس، وهو كيف تكونت ليبيا لولا هذوما، لولا الناس اللي جاهدوا هذوما، اللي نحن توا مضيعين كل شيء. نحن نفتقد إلى النقاد، هذه وظيفة الناقد، أنه يؤرخ للسينما ويؤرخ للأعمال الفنية ويؤرخ لمراحل تكوين الإذاعة والتلفزيون والسينما. نفتقد للنقاد بصراحة، لأن الناقد بيكون صحفي متمرس متخصص ومكمل للعمل. فيمكن أجيال القادمة، يمكن كليات الإعلام يطلع لنا نقاد سينمائيين كويسين أكاديميين، ليش لا؟ أنا نتذكر أن الليبيين داروا بعض الأفلام بمجهود ذاتي، زي فيلم الشظيع بطولة علي العريبي بتاع ضحايا الألغام، وكان يمثل فيها المرحوم علي العريبي وكريمان جبر وطاهر القبايلي، الزميل طاهر القبايلي نحييه بهذه المناسبة. أنا عجبني الفيلم برغم بساطته، ولما شلوه كوريا الجنوبية في مهرجان فاز علي العريبي إنه ممثل أحسن ممثل فيه في هذه الفترة، أول مرة في حياتي يمثل سينما. كانت مكتب مفتوح هو المرحوم رجب إسماعيل، هم اثنين مرحيم وأصدقائي هم الزوز، عرفت.
طبعا انا كنت كمدير برامج نشجع الحاجات هذينا فتره من فترات، وكبير المخرجين هذه وظيفتي في الاذاعه. شجعت يعني، نتذكر ان لما كانت كل قناه وحدها قناه 5 و6 كنت اطلع في 16 برنامج في الشهر. طرابلس كان يطلع في 3-4 برامج، وكان ينقلوا في البرامج بتاعنا ويشيل فيه قاتل. إيه إيه، مش لأن نحن نشتغل أكثر، لأن نحن كنا نحب العمل، كنا نحب العمل. لازم تحب الشيء اللي تديره، خصوصا في مجال الحساس اللي هو المجال الفني والإعلامي، لأن رسالة. زي اللي ريت راهو اللي في الإعلام ما تبعدش عن الجند اللي في خط النار. وإن اختلفت طبعا المقاربة، لكن حقيقة يعني في مرحلة معينة في حياتنا نحن في التاريخ الليبي تعرضنا إلى كثير من الأشيارة. كان يهمنا أستاذ سالم أن الفيلم هذا ينتشر، عشان شنو نبينه؟ نبينه أن صحيح ليبيا شعب صغير، ولكن حارب من أجل أن يعيش. نحن لما اشتغلنا عمر المختار، بعض الناس اللي كانوا يشتغلوا معايا كانوا يهود أمريكان وإنجليز، لكن يهود. الأفلام الوثائقية والجهد اللي عملته في تسجيل لحظات التسجيل مع هؤلاء المجاهدين كانت من لحظات، من أبهج لحظات في حياتي بصراحة، لأني كنت إجابة في حقيقة تمس شغاف الناس، وهو كيف تكونت ليبيا لولا هذوما، لولا الناس اللي جاهدوا هذوما، اللي نحن توا مضيعين كل شيء. الفترة اللي قبلها طبعاً واللي ذكرتها حضرتك اللي هي اهتمامي بالجهاد وتسجيل مراحل الجهاد عن طريق الناس اللي بيموتوا المجاهدين، هذوما يوصلوا سن معينة، هذوما يعني كنز من التجارب، ولما يحكي لك الواحد منهم وتصفي الأحداث هذينا اللي بعدها داروا مكتب الجهاد تبع الاتحاد الاشتراكي وحطوني عضو فيه في بنغازي. طقيت حتى مشيت للغرب الليبي والجنوب الليبي، جميع المجاهدين سجلت معهم الحيين اللي كانوا يورف فيهم لي، وفعلا ما نديرش لقاء مع حد إلا لما نتأكد فعلا أنه هو كان مجاهد، من فترة من حياته كان مجاهد. في اللي كان مع طليان وعطوه بندقة وحصان، طليان شاب صغير ضحكوا عليه زي ما يصير توه بالضبط، وبعدين رجع العقلة وعد انضم للمجاهدين. ليش؟ من أجل تحرير الوطن، من أجل قيم غالية. الوطن ما ينهان، هذا وطن يا ناس. هذوما الناس قدموا أرواحهم وحياتهم كتضحية وأبنائهم، وكانت ظروف صعبة تعرفها فترة الجهاد. والله يحكوا لي مجاهدين كانوا يأكلوا في البطوم، شوف فترة للوديان واللني ويأكلوا في البطوم، ما فيش حتى خبزة، ما فيش. أو ما يصطادوه مني ضير، والله فترة تعبانة. درت فيلمين، فيلم عن يوم احتلال بنغازي اسمه يوم جليانا، وفيلم عن عمر مختار في ذكراه الأربعين. كتبنا نزوز الأستاذ محمد مصطفى زامة، وهو مؤرخ تعرفه جيدا، والراجل كانت مصادر حقيقية تأكدت منها أنا، النص جبلية، وقال لي محمد نبغى فيلم وثائقي.
خذيت فيهن الاثنين، خذيتهم قطعتهم وصورتهم. ايش تبي تصور؟ خذيت اماكن الكهف اللي طلعوا فيه توه في التلفزيون، انا اللي جبته اول من جابه، اللي في القعره مش في بير الاشهب زي ما بيقولوا. بير الاشهب هذه المنطقه القرويه، لكن هو جوا منطقه اسمها القرعه القعره، ويعرفوه المنفى كويس لان منطقه فيها كلها قبيله عمر مختار، واللي وراه لي واحد منفي طلعته في الفيلم تاعي أنا، بس أبيض بس ودرت. المهم وطلعت محاكمته، طلع عندي صور طبعا، وطلعت سلوك، وطلعت شن التشنيق بتاعه، وطلعت دفنه وين دفن تحت شجرة معروفة في سيد عبيد، اللي بعدين طلع الملك إدريس ودار له نصب تذكاري، وجاء المجاهد عبد الحميد العبار وشوية من المجاهدين اللي كانوا عايين، وأسجوا جثمانة في كان في تابوت، واكتبوا كل الشعر وكل اللي مقيل عليه، من ضمن مركز رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباحا مساء، تاع أحمد شوقي. هذا جائزة، هذا في مهرجان في دبي الفيلم، وكان التعليق الأستاذ فرج الشريف. يوم جليانة نفس الشيء، أستاذ فرج الشريف. أنا مقتنع بصوت أنا كإذاعي بصراحة. جاء العقاد في 78. طبعا العقاد كان له صلة بالأستاذ عبد الفتاح المسيع صديقي في فيلم الرسالة، لأنه كان ممثل الشركة، هي شركة ما بين الكويت وليبيا والعقاد هم اللي داروا فيلم الرسالة. بعدين لما ملك الحسن لظروف معينة كانوا يعتقدوا أنه بيطلع صورة الرسول والعشرة المبشرين بالجنة، وهني صار يعني نصح من المجلس الاستشاري الديني الأعلى في السعودية، قالوا المفروض الكلام هذا ما يصيرش. طبعا الملك الحسن على طول قال اعتذر، قلنا خلاص الفيلم حسب ما حكى لي العقاد كان الرجل حيفلس وريح. فجو المسؤولين في ليبيا وقالوا له تعال، يعني فيه أعطوه بيئة مشابهة اللي هي في فزان زي مراكش، وبنوا الكعبة من جديد وداروا الأطلال بتاع الكعبة وجبال، كانت منطقة جبلية زي الكعبة، وكملوا الفيلم. هي اللي بعدها طلعت فكرة عمر المختار عن طريق أن أنتوني كوين شاف صورة عمر المختار في العشرة جنيه، فقال منه هذا؟ قالوا له هذا مجاهد كبير، قال له ما يشبه لي. وبعدين رد لإيطاليا، هو زوجته إيطالية، وبدأ يدرس يشوف في شخصية عمر المختار في المتحف الإيطالي في المراجع الإيطالية. جاء للعقاد قال له إذا كان ما تبيش تدير لنا الفيلم هذا أنا مستعد ناخذ دور عمر المختار، أنا مستعد نجي على حسابي. قال له لا لا لا، تونا اتصل بمسؤولين. فعلا اتصل بمسؤولين وشجعة الفكرة، والحقيقة المثقفين كلهم تحمسوا للموضوع. جاني في بنغازي قالوا ما اللي قال له؟ قال له عبد الفتاح المسيح، قال له أراه محمد عند كثير من مجموعات التسجيلية هذه، عاد يشوف الأعمال اللي هو دارهن وشوف لقاءاته مع المجاهدين وحتستفيد منه معك، لأن عبد الفتاح في هذاك الوقت أنتود بالإذاعة البي بي سي القسم العربي. المهم جاني قعدنا مع بعضنا ووريت على المافيولا الأفلام اللي أنا دايرهن واللقاءات وهني. قال لي خلاص يا محمد أنا نبيك ضروري معي. قلت له كيف؟ قال لي حنكلم وزير الثقافة والإعلام على أساس إني شو رأيك؟ أنا مصر إنك تجي معي، تختار معايا الممثلين الليبيين، تختار معايا مواقع التصوير، وتختار معايا وتكون صلة وصل ما بيني وبين القوات المسلحة، لأن المجموعات كلها خذيناها من القوات المسلحة الإكسترا اللي هي الكومبارس المجاميع. المهم اشتغلنا مع بعضنا واخترنا الممثلين واخترت حتى المساعدين مع اشتغلت في كتابة في يعني في تصليح بعض الحاجات في السيناريو. درت حتى لقاء مع زوجة عمر المختار اللي كان واخذها السيد أحمد المختار، كان ابنهم عوض والمازال ربي يطول في عمره،
استأذنت منها قلت لها كان والدها متوفي، قلت لها راوي بيجي السيناريستي بياخذ منها بعض الأشياء، بيعرف عمر مختار أمتى يزعل، عمر مختار كيف يجمعز، كيف يصرف، من أقرب الناس له، زوجته طبعا. فاستكملنا جميع النواقص اللي مش مكتوبة في السيناريو، وهذه يجب أن تندار في أي سيرة لشخصية مهمة يكتب عنها. لازم الخصائص المعينة، شو اللي ثيره، شو اللي زعله، شو اللي ريحه، كيف يفكر، لأن الدراما كيف تطلع من الانفعال الداخلي. صحيح في أحداث صارت نحن بندرون كأن قدامنا صار. المهم وطلع الفيلم. وما إرادة الأسلاك مقارنة بإرادة الله؟ عندهم 8 ملايين حربة، عندنا الله وهو الأهم. كما أننا لا نحارب وحدنا، هناك إخوان لنا يحاربون على مختلف الجبهات. يأتون دائما كالأسود ويعودون كالمعز المنهكة. أبي كان يقول إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقوي. سنوري غراتسياني صلابتنا. نحن لا نقتل الأسرى. يقتلون أسرانا. إنهم ليسوا قدوة لنا. قل لجنرالك ليس هنا مكانه. أراك الآن ستؤول لنا ديننا. كتاب الله صريح جدا، إنه يفرض علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الذين يشردوننا من بيوتنا. إن هذه الشروط محض استسلام. إيهاب رمضان الورفالي كان ربه واحد في دور علي، وهو رمز أن الجيل اللي حيستلم بالرسالة، راهو النظارة بعد مش سنقطع عمر مختار، مقصود به الجيل مش شخص راه حقيقة يعني. المهم قال لي لازم تجيب لي طفل أو 2 ولا 3 نوازي منهم. نزلت طبعا لقيت واحد 2 عجبوني أنا، ودز معايا بعث معايا المصور الفوتوغرافي ديفيد فارل، هو اللي صور في اللقطات اللي حتشوفوهم بعدين. هذا عجب إيهاب. إيهاب سألت عليه أنت ولد من؟ قالت لي مسؤولة الروضة، هذا ولد رمضان الورفلي. رمضان الورفلي صديقي، هو اللي كان يشتغل في شركة لفلند اللي كنت في الصيف نمشي نشتغل معه. وعمه أحمد سعد الورفلي كان معايا، كان خطاط وكان فنان ورسام رحمة الله عليهم كلهم توفوا. المهم جبت له انبهر، قال لي هذا وين لقيته؟ قلت له شوي. قال لي هذا الولد هذا ملامحه غريبة، ملامحه فعلا هو والله يدرب فيه أثناء الفيلم على الحركات. كان رائع الولد. حتى كلمتني جون بردوغش اللي هي سكرتيرة مصطفى العقاد، قالت لي أصبح ستار هذا من أول ما دروا له تجربة قدام الكاميرا، بعد ما درب العقاد على مشاهد معينة. وجبت الصور أنا حتشوفهم إن شاء الله. الولد في ساعة ما يستوعب الكلام اللي يقول فيه المخرج، كأنه ستار. هذا طبع، قالت لي هذا طبع نجوم هوليود، أنه يفهم الفكرة هيك ويطبقها لك على طول، وطفل، هذه معجزة قالت لي. الحمد لله وفقنا فيها. هذا إيهاب رمضان الورفلي، توا مهندس وعنده بكالوريوس في الاي تي، ونشوف فيه مرة. ذكرني طبعا أول ما شفته، نحن كان يهمنا أستاذ سالم أن الفيلم هذا ينتشر، عشان شنو نبينه؟ نبينه أن صحيح ليبيا شعب صغير، ولكن حارب من أجل أن يعيش. حارب من أجل وطن راه، مش من أجل إيديولوجية معينة. سيبك من كلام فاضي. صحيح السنوسية لمت المجاهدين، هذه حقيقة كحركة صوفية، ولكن الجهاد كان من أجل الوطن يعني. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. هذه كلمة قالها عمر مختار. وستحاربكم الأجيال التي بعدنا والتي بعدها.
أستاذ علي أحمد سالم كان مساعد مخرج، أستاذ محمد نجم مساعد في المجاميع كانوا يشتغلوا، أستاذ حسن بن دردف كان مشرف على تصميم الملابس، كان تابع للآرت ديركتور اللي هو المدير الفني، للفن للممثلين فتحي بدر كان رائع بصراحة في دور سيد رضا، مختار الأسود عرفت يا سيدي، والإكستراكت هذوما اللي تعي المقاومة الشعبية اللي ربط فيرني كلهم أنا اللي جبتهم، هذوما كنا ندربوا فيهم طبعا. مشهد شنق عمر المختار اللي هو الهاي أنجل شوت اللي هو اللقطة الواسعة اللي درناه تقريبا في قنفودة أو بصنيب بالضبط منطقة ما بينهم، مشهد الإعدام هذا كنت مشترك في إخراجه، صبيت معه ألقيت خطبة، هو كلفني العقد قال لي أنت اللي صبي تعالى، وراني الزوايا وراني كل شيء وقال لي أنت اللي تصدر الأمر بالتصوير، يعني شرف فيه يعني كان مبسوط من عملي. يعني الشعر اللي قال في نهاية المشهد والجماهير ماشية ونحارب جيل بعد جيل، هذه الأستاذ سلام الحقيقة كلفها الأستاذ محمد نجم، هو طلب العقاد قال نبي شاعر يقول كلام يجمع كلمة الناس ويبين أن الجهاد ما يقفش عند حد معين في سبيل الوطن. طبعا يعني الليبي أسمع في الليبيين عندنا كويسين وفيه يعني بيئة خصبة لإنتاج الموهوبين، احنا نبو استقرار بس عشان يطلع الأجيال هذم. والله العقاد أنا طبعا بعد خلصت أنا اشتغلت معه في لندن في الفيلم، اشتغلت معه في النسخة العربية بتكليف، كنت مستشار الإنتاج ونحن اللي جبنا الممثلين للعرب عشان درنا دبلاج، لأن طلب منا مسؤولين نديروا نسخة للوطن العربي. الفيلم نجح في أمريكا لما عرض، وهذا اللي كان يهمنا المردود بتاعه، في 1500 دار عرض في نفس الوقت. طبعا تكلم جماعة وارنر براذرز وبارامونت وجوح عندنا في المعسكر، تعرف بهم الموزعين هذول، بكلم جو وخذوا الفيلم أعجب به عرفت. بعدين كان مجهز هو صلاح الدين يبديرها، فيلم صلاح الدين الأيوبي، لكن توفى قبل لا يصير منها. ليبيا كانت تدور على شريك إنه يدفع سبونسر يشترك معنا، لأنه ما تقدرش تتحمل المية. كانت فكرة صلاح الدين فكرة جذابة بالنسبة للمد القومي في هذاك الوقت، تعرف مصطفى العقاد تدرب على يد سام باكنباه، كان واحد من أكبر مخرجي الحركة في أمريكا، عرفت، تدرب معه سنوات عشان قاعد مخرج ودار أفلام وثائقية وأنتج أفلام أخرى، درت عليه قال لي كسبت من الأفلام الأخرى أكثر مما كسبت من رسالة وعمر مختار، لكن مش خسارة، هذا جزء من حياتي. الأفلام التاريخية قدن كنت بتحكي على السينما المعاصرة، الآن بعد 40 سنة ولا 50 سنة من فيلم الأفلام الوثائقية قصدي التاريخية كانت ناجحة في الأول، يعني من أشهر مخرجي العالم في الأفلام التاريخية كان سيسيل بي دي ميل، كان يسمى شيخ المخرجين في هوليود، وأنتج بن هور وأنتج أفلام عن الفراعنة وأنتج حتى صلاح الدين موجة نظرة مهمة عملوه، الحروب الصليبية سجلوها كلها، كان فيها بعض طبعا المغالطات لأن بعض الكتاب كان لهم غرض معين من كتابة هذه الأشياء. وأنت عارف اليهود مميزين جدا في الكتابة في الإعلام وفي السينما. نحن لما اشتغلنا عمر المختار بعض الناس اللي كانوا يشتغلوا معايا كانوا يهود أمريكان وإنجليز، لكن يهود، لكن كفنيين على مستوى عالي بصراحة، يعني هم اللي مسيطرين على صناعة السينما في هوليوود بصراحة، هم مسيطرين على الماس ميديا في العالم كله الآن. أنت هذه القوة الناعمة اللي نحكي عليها أنا بدري، القوة الناعمة هي اللي شاركت في تكوين إسرائيل، مكونات القوة الناعمة بالدعاية والإعلان لا أنا أعتز كثيرا لأن الفيلم الوحيد اللي اشتركت فيه هو عمر مختار، لكن هذا يعتبر
يعني لما جيت قيمها بعشرات الأفلام كأنك اشتركت في عشرات الأفلام، الأفلام الوثائقية والجهد اللي عملته في تسجيل لحظات التسجيل مع هؤلاء المجاهدين كانت من لحظات من أبهج اللحظات في حياتي بصراحة، لأني كنت نجابه في حقيقة تمس شغاف الناس، وهو كيف تكونت ليبيا لولا هذوما، لولا الناس اللي جاهدوا هذوما، اللي نحن توا مضيعين كل شيء. نحن نفتقد إلى النقاد، هذه وظيفة الناقد أنه يؤرخ للسينما ويؤرخ للأعمال الفنية ويؤرخ لمراحل تكوين الإذاعة والتلفزيون والسينما. نفتقد للنقاد بصراحة، لأن الناقد بيكون صحفي متمرس متخصص ومكمل للعمل. فيمكن أجيال القادمة، يمكن كليات الإعلام يطلع لنا نقاد سينمائيين كويسين أكاديميين، ليش لا؟ أنا نتذكر أن الليبيين داروا بعض الأفلام بمجهود ذاتي، زي فيلم الشظيع بطولة علي العريبي بتاع ضحايا الألغام، وكان يمثل فيها المرحوم علي العريبي وكريمان جبر وطاهر القبايلي، الزميل طاهر القبايلي نحييه بهذه المناسبة. أنا عجبني الفيلم برغم بساطته، ولما شلوه كوريا الجنوبية في مهرجان فاز علي العريبي إنه ممثل أحسن ممثل فيه في هذه الفترة، أول مرة في حياتي يمثل سينما. كانت مكتب مفتوح هو المرحوم رجب إسماعيل، هم اثنين مرحيم وأصدقائي هم الزوز، عرفت؟ طبعا أنا كنت كمدير برامج نشجع الحاجات هذين فترة من فترات، وكبير المخرجين هذه وظيفتي في الإذاعة، شجعت. يعني نتذكر أن لما كانت كل قناة وحدها قناة 5 و6 كنت أطلع في 16 برنامج في الشهر، طرابلس كان يطلع في 3-4 برامج، كان ينقلوا في البرامج بتاعنا ويشيل فيه قاتل تنافس. إيه إيه، مش لأن نحن نشتغل أكثر، لأن نحن كنا نحب العمل، كنا نحب العمل. لازم تحب الشيء اللي تديره، خصوصا في مجال الحساس اللي هو المجال الفني والإعلامي، لأن رسالة. زي الريت راهو اللي في الإعلام ما تبعدش عن الجند اللي في خط النار، وإن اختلفت طبعا المقاربة، لكن حقيقة يعني في مرحلة معينة في حياتنا نحن في التاريخ الليبي تعرضنا إلى كثير من الأشيارة. التكنولوجيا تقدمت وتطورت والبشر لم يواكبها، ضروري من يلحقوا أنفسهم. التكنولوجيا متقدمة جدا، مش عيب، نحن تدربنا، نحن ما كناش عارفين حاجة، كان عندنا طموح وكان عندنا رغبة وكان عندنا حماس، هو اللي قادنا. لكن الحماس مش هو كل شيء، الطموح مش هو كل شيء، الثقافة مهمة. في المراحل الفنية طبعا كممثلين، وني المرحوم حامد جبريل كان فنان من الطراز الأول الله يرحمه، وجبناه حطنا في فيلم عمر المختار وعطيته دور أحمد بورحيل، يعني فرصة كان أنه يجد ممثل عالمي. لكن هو راجل كان ماسك الشركة العالمية للملاحة على مستوى ليبيا، وكان كل يوم في مكان، فكان يغيب على مراحل التصوير. طلعناه في مشهد واحد للأسف، مش أنا، الظروف أجبرتنا. العقاد قال لي شو ندير في صاحبك يا ركلمة، خليه كلمة وين، نقول له نسأل عليه يقول لي في السويت، يتعاقد عليه بواخر جيات مقاتي. راجل كان مهم يعني، ولكن كان فنان كبير، كان ممثل رائع وكان مخرج رائع للراديو، دار ريم بطولة محمد نجم إلى الآن الناس يتكلموا عليها. هذا جانب. عبد الفتاح الوسيع ربي يشفيه يعتبر
أحد الأساتذة الكبار عندنا بصراحة. محمد نجم فنان، فنان كمطرب وفنان كمخرج وممثل. مثلنا مع بعضنا على المسرح في المدرسة الثانوية، ومشينا مع بعضنا في دورة، وقعدنا في الإذاعة وفي التلفزيون. حسن التركي كان نضج يعني بالتصاقه بالهني، هذا المخرج المصري فخري صلاح أظني، وتعلم منه هو حدا قال لي، وقعد يدير في مسلسلات كويسة مش بطالة، هو فاطمة المرحومة فاطمة عمر، عرفت؟ واكتشفت لنا مخرج هني فنان كويس كممثل سعد الجازوي. يعني في يعني الظروف جابت ناس لما التزمت وقدرت تنمي، لأن المخرج لازم يكون عميق الثقافة. جت فترة في الإذاعة لما سيبت أنا، أو أحد أسباب أني سيبتها، اللي كان يقدم في القهوة حوله مخرج، كان يقدم يجيب لنا في القهوة فلاني، طب زن بها تلقيته مخرج، واحد ززار تحول إلى مخرج. كيف المخرج هذا بيكون قامة من قامات الثقافة، لازم يدرس عشان يكون مخرج، ولازم ينمي معارفة. ليه؟ لأنه بيعطي للناس شيء، بيخش مجال الفانتازيا عشان يعطيهم مشاعر وأحاسيس، ويعطيهم حقائق، ويوجه مواقفهم سواء كانت مواقف اجتماعية أو سياسية. وين هذا؟ كنت ما نغيبش كل ليلة في رمضان عن كراكوس بزامة، لأنه فنان حقيقي. سي علي بزامة كنت نعرفه شخصيا، حتى لما كان يمرض والله هني ويجي جنجة بنصريتي اللي يبيع في الحرارات والهنية، لا كان مصدر إلهام لنا نحن كشباب، لأن فكرة كراكوس زي مسرح العرائس بالضبط، وكنا في سن معينة صغيرين. هو خيال الظل طبعا، طبعا هو الوسائل الفنية متاعها محدودة، عبارة عن كرتون وظل، عرفت؟ شاشة ظل وراها نيز، لكن الأفكار اللي كان يقول فيهم كانت معقولة يعني، كانت بالنسبة لسنا بعض الأفكار يعني كانت جيدة جدا. انتصار الخير عشر مثلا، انتصار الخير عشر، هذه من أيام بدء الخليقة، هي بدأت الفكرة هذه فلسفية. بعدين المناسبات، كان يحتفل بالمناسبات، ليلة 27 رمضان، كل شهر رمضان كان منتدى لطفولة بريئة، نتفرج على الرجل هذا ويشتغل. وللأسف لم يؤرخ فولكلوريا، ولم يذكر في أي مجال من مجالات الثقافة. كنت نمشي أنا والصادق النهوم نحضروا فيه نقمز، لأن كنا جيران ببعضنا. صادق النهوم كان مدمن مشاهدة كراكوس بزامة. في الكثير منهم جيد، ولكن أغلبهم لازم يحتاطوا في مسيرتهم. في أخطاء نحوية كثيرة جدا عند المخرجين، عند المذيعين. أنا أتكلم كعامل ككل، مش بس العمل الدرامية. النطق لأسماء، بعض أسماء الساسة واللني ينطقوا فيها غلط. إحنا زمان لما كنا في التلفزيون كنا نديروا في دورات خاصة المذيعين، نوروهم الأسماء الأجنبية، نوروهم حاطين الأستاذ علي قرقوم عشان اللغة العربية. المذيع لازم أمتى يوقف، أمتى لازم يكون عنده حضور، عنده كاريزما عشان يجذب الناس. كيف؟ أحد هذه الأشياء هي اللغة العربية السليمة وطريقة الإلقاء، للأسف غير متوفرة في كثير من المذيعين، يعني قلة، في مجموعة كويسة لكن أغلبها المفروض تخش مدرسة جديدة. التكنولوجيا تقدمت وتطورت والبشر لم يواكبها، ضروري من يلحقوا أنفسهم. تكنولوجيا متقدمة جدا بصراحة، حجم الكاميرا اللي كنا نشتغلوا بها كانت كبيرة، يعني يمكن زي هالطاولة مرتين، توها صغيرة
تعطيك كل ظروف التصوير اللي انت تبيها زي الكاميرا اللي قدامي. هذا شيء. الشيء الثاني، احنا كنا حريصين على الإضاءة وعلى الصوت وعلى في الدراما على الحركة، على الاستغراق بالحركة. بالرغم أننا كنا نشتغلوا في استوديو صغير، الاي سي ار بتاع الدي سي ار هو اللي حولناه، كان استوديو مسموع حولناه، يا ما درنا فيه مسلسلات وكانت اعمال جيده، يعني لقيت ترحيب من الناس، الفيدباك كان جيد، واشتركوا فيه زملاء كلنا سواء تمثيل او اخراج او مكياج ميك اب. ما اهتموش بالمكياج تو اصبحوا، المفروض ما يطلعش المذيع ولا الممثل ولا اللي هو في الدراما. المكياج مهم جدا للمذيع، مهم جدا، جزء من الحضور، البرزنتيشن. اذا كان المذيع ما عندهش حضور غير مقبول لا يمكن يلقى هوا الناس. في نفس الوقت اللغه لازم تكون سليمه. اللي فيها تاخير شويه الحقيقه هي الافلام الوثائقيه، يا ريت يتطوروا شويه، بالرغم ان وسائل الفنيه وسائل الانتاج الموجوده جيده، يعني نقدر نخلق حاجه من لا شيء، نقدر ندير خلفيات، نقدر ندير كذا، نقدر حتى مشهد تمثيلي، مظبوط ولا لا؟ التكنولوجيا تقدمت لكن بعض العقول توقفت عند حد معين. كيف نطور هذا؟ لازم نبدا من جديد، نجيب حتى ونجيب مدربين او مختصين يوروهم، مش عيب. نحن تدربنا، احنا ما كناش عارفين حاجه، كان عندنا طموح وكان عندنا رغبه وكان عندنا حماس، هو اللي قادنا. لكن الحماس مش هو كل شيء، الطموح مش هو كل شيء، الثقافه مهمه، ثقافه خلف حتى قارئ النشره، ثقافة خلف المعد وكاتب السيناريو، ثقافة كل كاتب الخبر، كيف يلقط الخبر وكيف يحطه في مكانه الصحيح. هذا جهد، جهد جبار. شكرا، أشكركم على الاستضافة، وتمنياتي للطاقم الفني بالتقدم وكل خير إن شاء الله، ونأمل من قناة الـ WTV أن تكون أحد الشموع التي تضيء الطريق للآخرين.